اخترنا النهارده نعمل وصفه من اسكندريه، طبعا تحية كل اهل اسكندريه اللي بيتفرجوا علينا. هنعمل حواوشي الاسكندراني بطريقه سهله جدا وبسيطه. هنشوف مقادير ساندرا، هي نفس مقاديري ولا في حاجه مختلفه؟ ما اعتقدش مقاديرنا هتبقى شبه بعض قوي، لان انا هعمل حواوشي هيلثي. ده ازاي بقى؟ اه والله مش ده بعجين؟ هعمل حواوشي مشبع. الحواوشي الاسكندريه ده بيبقى بعجين، انت مش عامله عجين؟ انا هعمل عجين. ماشي. تقريبا نفس السعرات الحراريه بتاعت العجينه اللي انت هتعمليها، ولكن الفرق ان انا النوع الدقيق اللي مستخدماه هيخليني اكل رغيف واحد حواوشي واحس ان انا كده خلاص تمام يعني. طب والحشوه؟ هنشوف. الحشوه اصلا صحيه، الحواوشي حاجه لذيذه وصحيه جدا. اقول لكم مكوناتي ايه. انا معايا العجينه الاول، انا مجهزاها وخمرانه معايا، ولكن انا هقول لكم مقاديرها عباره عن ايه. معايا معلقه كبيره خميره، معلقتين سكر او عسل، معلقه ونص صغيره ملح، نص كوبايه زيت تقدروا تحطوه بالتدريج. معايا كمان من 3.5 الى 4 كوبايات كبار دقيق حبوب كامله، كوبايه ونص لبن، و 3 4 معالق كده زبادي حسب القوام وانتم شغالين، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. ده طلع لنا العجينه دي. تعالوا بقى نشوف الحشوه دي عباره عن ايه. الحشوه بتاعتنا معانا لحمه مفروم، وانا بفضل هنا تبقى مفرومه خشن. معايا كمان نص كيلو بصل، البصل مهم جدا في حشوه الحواوشي. معايا طماطم مبشوره، انا حاطه هنا 3 حبات. معايا كمان فلفل مفروم حامي وفلفل رومي مفروم خشن، ملح وفلفل، بهارات حواوشي دي اختياري، والسبع بهارات. انت هتعملي ايه توت؟ انا بلبس الجوانت. انا هنا اهو، هروح فين؟ موجوده بتاعها، خلاص موجوده. طيب تعالوا نشوف مقاديري. اعتقد هي يعني شبه بعض، ما فيهاش حاجه مختلفه قوي غير موضوع الدقيق الاسمر. استنوا اما نجيب صفحه الدقيق، صفحه العجين، صفحه الدقيق، صفحه الدقيق. طيب معايا للعجين 3 كوبايات من الدقيق وربع كوبايه من الزيت، ومعلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، وعلبه زبادي، كوبايه ميه دافيه، ورشه ملح. كل الحاجات دي بعجنها مع بعض، بريحها بعد كده نص ساعه او ساعه الا لحد ما الحجم يبقى مضاعف يعني، او اكتر كمان، يتضرب في 3 يعني يبقى 3 مرات اكتر. وببتدي ان انا اقسمها بقى كرات عشان اعمل الحشوه. طيب الحشوه عندي نص كيلو لحمه مفرومه تكون نسبه الدهون فيها مش اكتر من 15%، فلفل حامي مفروم، بصل مفروم ناعم او مبشور، بهارات لحمه وبقدونس، ملح وفلفل. والسر بقى عشان ما يخليش اللحمه تطري العجين، هي معلقه كبيره من الطحينه، الطحينه اللي هي الخام، بتخلي اللحمه تمسك مع بعض وما تخليش تنزل ميه واحنا وهي بتستوي، عشان تبقى معايا العيش مش مبلول. حالا هنبتدي وللوش هقول لكم، استنوا حليب وسمسم محمد البركه ده هدين بيه الوش، وهشوفوا كل حاجه واحنا شغالين. حالا هنبتدي التحدي، تعالوا نشوف مين اللي هيكسب. شوف انا جايه النهارده، ايوه، وما عنديش طاقه، مش عارفه ليه. ليه يا توتا؟ ده انت مصدر الطاقه كلها. لا مش عارفه ليه، نشيتوني يا عيني. طب كنت جايه لكم، كنت جايه لكم كل طاقه. انا هعمل حشوه الحواشي. ايوه. ها يعني ايه، هخلط المكونات دي مع بعض واحط الطماطم بالتدريج. ايوه انا بحط كله على بعض. انت خلصتي؟ لا ما خلصتش، لسه عندي تقسيم عجين ما تنشنيش عين. بصي فلفل اسود كتير، بحط فلفل اسود كتير، وكمان بهارات اللحمه، والسر بقى في شويه الطحينه. شويه الطحينه دول بيخلوا، مجربتش موضوع الطحينه ده قبل كده، هتخليني اجرب. دي خطيره، ما بتخليش اللحمه تنزل سوائل، فبتفضل اللحمه ذات نفسها مش ما تخليش عيش مبلول يعني، بتخليه كده مظبوط. انا بعمل ايه؟ ايه؟ انا بسيب شويه من الطماطم المبشوره دي احطها على وش العيش. حلو ده، ده يبقى واخده لون حلو. ما جربتهاش، بحبه سنه واخد من طعم السائل اللي في الخليط. حلوه دي، نجربها. بس حركه الطحينه دي انا عايزه اجربها. جربيها، خطيره مختلفه يعني. ممكن كمان كنا نحط شويه جبنه موتزاريلا لو انتوا حابين. لا ممكن. ايه اللي لا؟ لا لا ليه؟ مش موافقه. ليه مش موافقه؟ انا بسجل اعتراضي. طب والله تبقى على الوش، ممكن يبقى حواوشي وش بيتزا. طب انا عايز اسالك سؤال. ايوه. جبنه موتزاريلا دي جبنه ايطالي. ماشي. وصفه الحواوشي دي وصفه مصري. انا بقول ممكن. ما قلتش اساسي، شفتوني حطها؟ انا بقول ممكن. تطلعش منك ابدا. لا ليه؟ طب على فكره انا مش ضد ابدا ناخد وصفه ايطالي امصرها. ما انا مش ضد، بس يعني احنا ما نمصر الحاجات او نغير في الوصفات، بس بسعرات اقل يعني. انا انت بتتكلمي على السعرات ولا بتتكلمي هويه البلد؟ لا على السعرات. شوفي انت لفيتي الموضوع مش من الحته اللي تاكل معاكي. لا يعني طب ما هي الجبنه الموتزاريلا سعراتها مش كتير. لا سعراتها كتير برضو. كل حاجه لا 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 كل حاجه لا.
طب هقول حاجه يعني مش ممكن دلوقتي العجينه استني بقى بطلع العجينه الاول نطلع بالعجينه دي العجينه بتاعتك بتخمر في قد ايه؟ في الجو ده يعني نص ساعه ساعه الا انا كمان في الحدود دي بصوا بقى هنعمل ايه؟ احنا عندنا نشابه اصلا ولا ما عندناش نشابه؟ ما عندناش نشابه انا عندي انت عندك؟ لا 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 انا ما ينفعش طبعا اجي اخدها منك صح؟ لا فانا هشتغل بايه لما تستخدمي نشابه؟ انا هشتغل من غير نشابه مش فاهم ويعني قولي عايز تكسبي اكسبي عادي انت يعني بت تمام انا صح؟ تمام انا تمام مش هرد والله هو انت بتحشي قبل ما تكوري كله؟ مش تكوري كل العجينه الاول؟ لا ايوه ركزي في حواوشيكي مركزه اهو بص انا خدت كوره تمام وبقفلها كويس قوي 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 وبقطع الحته الزياده توتا ما تنبروش الكنترول بيقول توتا كذبت ما تنبروش توتا لسه ما كذبتش اهو استنوا حساكوا كده بتقولوا استنوا اخد شويه زيت اهي هو التحدي النهارده يا كنترول اللي هيحصل ايه ايوه طيب انا عارفه والله طيب ايوه انا عارفه ما املهاش ليه بس ليه يا توتا لا ما ينفعش ليه يا توتا ده يعني ما ينفعش اقول ان انت لسه ده انا كده اهو بقول لك ايه لا ما تقوليش هو انتوا بتعدوا عشان تقولوا لتوتا انا بعمل في رقم لا لا ليه وانا عامشه ما لا 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 حسيت أنا منور يا إيهاب الكنترول كله حسيت منور عام الناس أيوه ناخد إيه؟ وأنتي بتستعملي أنتوا أنتي بتستعملي النشابة؟ على حسب أنتي عايزاني أقول أه ولا لأ أنتي دلوقتي بتستعمليها؟ أه بس هي مش محتاجة ليه بقى؟ استعمليها أنا بقى هكسب من غير ما أستعمل نشابة اقعدي كده فرسيني بص أنا بحط كده حط حشو تمام؟ واخد حته من اللحمه كوره زي ما هي واروح عامله كده وقافله تمام لازم بس اهم حاجه تقفله حلو قوي من من تحت واشيل العجين الزياده واقلبها كده طب اللي خلص اول صاج معايا هتجيبوا له صاج تاني عشان يكمل ولا ايه؟ ها؟ انت عملتي ايه؟ خلصت اول صاج خلاص عملتي كام واحده؟ اهو دي كروته بقى يعني انا هكروت البتاع شكله معمول قدامك هكروت ازاي كنت لسه بتعملي في اول واحده ملهاش علاقه خلصي العجين حاجه للوش خلصي العجين انا عجيني هيطلع كتير قوي ليه انت عاملين انتوا عاملين لها مقدار عجيني انا عايزه حاجات للوش اشمعنى توت نجيب خدي اشمعنى توت عايزه ايه سيبي توتة في حالها باللي هي فيه دلوقتي انا عايزه 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 صاج وعايزه سمسم عندي عندك صاج انا عندي صاج طب هتضيع وقت دلوقتي وابص تحت طيب إيه ممكن نجيب لها الصاج بعد الفاصل طيب ممكن ما نجيبلهاش صاج خالص ممكن ما نجيبلهاش صاج اصلا ممكن نفصل عليها الكهرباء عادي انا خلصت توتا ما انت بتعملي الواحد كبير قوي انا لسه قدامي اتنين مفيش حاشي يا ميني ها؟ مفيش حواوشي في حواوشي مني ده ايه ده؟ واحدة عمرك رحتي عزومة لقيتيهم بيقدموا رغيف حواوشي بلدي؟ الحواوشي ده بيتباع في محلات الجزارة في اسكندرية هيعملوا مني الناس تاكل وشه بيعملوا الناس تاكل وشه مني ازاي؟ بيعملوا مني لا بصي. مفيش مني بصي حلاوته هو مني كده بصوا بقى نعمل ايه؟ ندهن الوش شوية حليب هو انا محدش هيجيب لي السمسم اللي انا عايزاه ده؟ طيب انا عندي سمسم ممكن ادولك بس بعد ما ادخل الفرن دخلي الفرن دخلي الفرن اوكي ايوه ما هي توتا عامله العجينه بتاعتها في كام رغيف عامله يا جماعه ما هو ده الحواوشي الاسكندراني بقى اصلا بيبقى اكبر من كده عامله كام رغيف انت عامله كام انا عامله 1 2 3 4 5 6 7 8 انت عاملاهم مني انا خلصت ده مش مني ده الحجم الطبيعي انا عامله 5 وخلصت عجينتي خمسة وخلصت عجينتي عشان عاملاهم كبار، أنا هدخل الفرن، يلا. وأنا خلصت لحظة واحدة بس، وأنا خلصت بس ما عنديش صاج تاني أحط فيه فمش عارفة أدخل الفرن. أنتِ ما أمنتيش بقى على حاجتك. ما شيكتيش على حاجتك. أنا خمسة كبار.
خمسة كبار. أنا بقى عملت 3 4 8. مين اللي خلص؟ أنتوا أنا خلصت ودخلت الفرن. ألف مبروك يا توتة. ممكن صاج بقى من عندك؟ لا ما أنا خدت الصاجين. أنت استعملتي الصاجين؟ طب أنا خلاص بقى هنطلع فاصل. لما نطلع فاصل فاصل إيه؟ استني أكون التحدي بتاعتي. حد حن عليا ب ب أنا عاملة كده أهو. أنا عايزة الصورة اللي أنا عاملة فيها كده. واحدة بس نحطها هنا اهو. جهزتي هديتي؟ عيب عليكي، مش مرتاحة لكم والله العظيم. فيه والله يا توتة كانوا عايزين. قولي لي انا عارف، بس انا اختك حبيبتك. قولي لي كانوا عايزين ايه؟ ولا حاجة، كانوا عايزيني امسي عليكي. اعرف منه بعد ما نختم ايه عايز. كنت عايزة ايه؟ عايزة اقول للدرجات دي يعني؟ بقيه الرغيف كانوا عايزيني اديكي كده امشي بعجينه. بقيه العجينه الزياده اللي عندي اللي خسرتني اديها لك هديه. لا دي لفتها وحشه وانا ما هنش على اكيد ده فال مش حلو. اروح بعجينه نيه ليه؟ لسه بقول لها وانا ما هنش عليا تقول لي قرفتها وحشه. ما يمكن طيب فكرتي. مش طيب يمكن فكرتي انت تفتكري ان انا فكرت؟ لا طيب مهما قالوا لك في الكنترول مهما يعملوا لا مهما اصحابه حبايب مش هتقدروا ابدا. ايوه مش حاجه تفرقنا عن بعض. مبروك يا توت. مبروك يا قلبي. حسيت بقالي متضرره. قربنا على العيد. ايه ده؟ استنى. والعيد ده يعني كوبايه شاي بلبن والبسكوت بقى. فانا قلت تبقي فاكريني بقى وانت بتشربي الشاي بلبن. بصوا بصوا اللون بتاعها خطير. مبروك ده يا توت. ده هيبقى مجي المفضل. انا عندي مج احمر في البيت هركنه على جنب. انت افتكري ده ان احنا كنا لابسين احمر فيه. ايوه صح تصدقوا حلو قوي قوي. ما تفتقديش المج القديم بجد. وانا كمان تسلم ايدك يا قلبي. مبروك يا توت. الله يبارك فيكي. روح كلمينا عن حلاوه السفره. شفتي وفي الاخر ايوه نحب نقول لكم انه ايه الحياه ما تحلوش من غير شويه بهارات لذيذه وسفره حلوه تستاهل تكون مكافاه اليوم. رمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين. استنونا بكره.